بكل الأحوال أنا بدي أطلع من هالبيت بأقرب وقت ممكن. ليش مو هذا اللي قلته أنا من شوي؟ ها؟ هذا اللي قلته أنا، بس أنت ما فهمتي علي. قصدي أنه أنت دائما بدك الكل يكونوا مبسوطين. بس أنت قولي لي كيف بدك إياني أتمنى بأنه يتحقق اللي بدك إياه؟ جيتي على هذا البيت بصفتك كنتي، وطبعا بنتي أنا كمان بدي إياك تضلي بهالبيت هذا. فشلون بدك إياني أبعتك على بيت حدا غريب؟ صدقيني أنا ما رح أقدر أعمل هذا الشيء، ما رح أقدر أعمله. بس حاولي تفهميني، فهمي إنه وقت تتركي هذا البيت وتروحي بموت أنا. بابا أنت حياتي بنتي، حياتي وأغلى من كل الدنيا علي. مرحبا نيلام، كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ أنت الوحيدة اللي بتعرف إن إحنا كيف، صح؟ الصراحة أنا دقيت لك لحتى أحكي معك بموضوع مهم. مو الأحسن إنك تجي لعنا لهون؟ فيك تجي إمتى ما بدك. لا، الأحسن تجي أنت. ماشي، رح أجي لعندكن. بس شو القصة؟ كل شي تمام؟ رجاء تعالي، نحكي بس شوفك. قصدك إجي فوراً؟ إيه، بتمنى ما يكون عندك مشكلة. لا لا، ما في مشكلة أبداً، أنا رح إجي لعندكم. هي بطريقة لهون. متأكد؟ بعد ما حكيت معها بهي النبرة مستحيل إنه ما تجي فوراً. ليش هو عم يحكي معي بهالنبرة؟ شو صاير وليش طلب مني روح لعندهم؟ أنا واثقة، إيه أنا واثقة إنه هو بده يحكي معي بخصوص زواج ريشي وماليشكا. عالفاضي، عن جد عالفاضي، ما استفدت شي. ليش جبت لاكشمي لهون؟ فكرت رح حسن لحياتها وإني رح حل كل مشكلة بحياتها، بس شو صار؟ ولا شي. بالعكس المشاكل كترت من وقت ما جبت لاكشمي، وبصراحة أنا سرقت لها سعادتها. جيبتها لهون كانت فكرة سيئة كتير. ألو سيد أوبيروي؟ ايه مين معي؟ استاذ انا عم احكي معك من محطة رامبو. استاذ بدي احكي معك بموضوع. احنا عرفنا انك عم تحاول تتزوج مرتك السابقة مرة تانية. انتو كنتو ثنائي مثالي واحنا شفنا هالشي بعيونا. كمان انتو اتنيناتكن خاطرتوا بحياتكن لتنقصوا بعض، بقى كيف اتطلقتوا من الاساس استاذ؟ وشو كان السبب اللي خلاكن تتطلقوا؟ السؤال الرئيسي هو انه ليش اتطلقتوا؟ ممكن تخبرنا ومين اللي فات بيناتكن؟ ومع هيك انتو الاثنين لسه عم تحاولوا تضلوا تحت سقف واحد. يعني رح ترجعوا تتزوجوا هلا؟ رجاء احكي. الو قوم يلا. ريشي استاذ اوبيروي، فيك تجاوبني على السؤال؟ الو لا تعليق. الو لاكشمي ضحيت كثير من شاني انا، بس شو عملت له؟ انا خنت لاكشمي. بس بكفي، ايه خلص. شو ما صار هلا لاكشمي رح تضل مبسوطه بحياتها لو شو ما كان الثمن يكون. انا رح خليها تنبسط، ولو بدي اموت انا ما رح خلي لاكشمي تنأذى وشو ما صار يصير. ما رح خليها تزعل، ورح لاقي لها احسن عريس بالدنيا كلياتها، وبذات نفسي رح ابعتها على بيته. بس ليش زعلان كل هالقد؟ ليش بيتقل قلبي وبزعل كتير كل ما فكر انه لاكشمي رح تتركني وتطلع من هون؟ بس ما فيني اطلب منها تضل هون، لانه اذا ضليت هي رح تتأذى ورح تتعذب كتير. كل هذا بسببي وانا ما بدي هذا الشي.
أنا بدي لاكشمي ضلها مبسوطة كل حياتها، أنا بدي إياها تكون مبسوطة بكل حياتها وبس. عملت كل شي بيطلع بإيدها لحتى أكون مبسوط. حياتي هي طلعت من حياتي. بالفندر واحد مشكلجي هي كانت رح تتزوجه بس مشان سعادتي. رح أعمل كل شي فيني عليه لحتى تنبسط لاكشمي، وكمان أنا رح لاقي أحسن عريس لإلها ويكون بيناسبها، وأنا رح زوجها. رح زوجها شب يكون أحسن مني. هالرسالة من ليلى. مرحبا ريشي، أنا حابة أشوفك شوي، عندي مرشحين لإلك، حابة أورجيك ياهم، فينا نلتقي؟ أكيد فينا نلتقي. إيه الخطابة ليلى جاية على البيت وجايبة مرشحين للزواج. أنا متأكد إني رح لاقي عريس مناسب للاكشمي.